واقعا اعتقد ان التخوف من اجراء الانتخابات، يعني انتخابات مجالس المحافظات، هو السرعه التي حدث بها الموضوع، عمليه اعاده القانون الى الواجهه بعمليه تصويت سريعه جدا، والحقيقه اللي لملمت بعض الشتات السياسه الذي حدث في الفتره الاخيره قبيل استلام السيد السوداني لهذه الحكومه. موضوع شقاقات في الإطار التنسيقي حقيقة لم تظهر للعلن حتى هذه اللحظة. نحن نسمع تسريبات هنا وهناك، نسمع عن منافسة شديدة بين قوى داخل الإطار، لكنها لم تظهر للعلن لا في تصريحات إعلامية ولا على يعني ألم تظهر دكتور، ألم تظهر إلى العلن بالخلاف الأخير بين الصادقون ودولة القانون؟ لا أعتقد هذا كان الخلاف فردي، أنا كنت حقيقة في جلسة علمية حول هذا الموضوع، وحتى جلسة مراقبة كانت يعني الأخوة صادق قالوا أن الموضوع الموقف كان فرديا، وحقيقة دولة القانون كذلك قالوا أن الموقف فردي، وانتهى النزاع خلال يومين. يعني لم ينسحب ذلك إلى على مستوى القوة الكاملة، يعني على مستوى يعني كلتا الكتلتين بقراراتها ببياناتها لم ينسحب هذا الموضوع، بالتالي انتهى خلال يومين. نحن نتحدث عن منافسات عميقة، ممكن أن تكون خلافات عميقة تؤدي إلى تراشق بالتصريحات الإعلامية، ممكن أن تؤدي إلى منافسة انتخابية شديدة وتصل حتى المصادمات، وهذا ما شهدناه في انتخابات سابقة بين الكثير من الكتل، سواء كانت شيعية شيعية أو سنية سنية أو حتى كردية كردية كما في الآونة الأخيرة. طيب. لذلك عملية الظهور للعلن قالت كانت محدودة جدا وغير واضحة المعالم. لربما دكتور